من أجل إيجاد قانون متكامل للحماية، وكذلك وضع خطوات لمكافحة الجريمة المنظمة. أريد كذلك أن أتطرق إلى فكرة وضع إجراءات لإحكام السيطرة داخل المؤسسات العقابية. أنا أتحدث هنا تحديدا عن زيارات داخلية وعن زيارات خارجية كذلك، وأتحدث عن فكرة المتابعة القضائية. نحن نتحدث عن فكرة التحكم وكيفية تنفيذ آليات للتحكم في هذا الإطار، وبالتالي فنحن بالفعل نضع في اعتبارنا مجموعة من الأسس، واسمحوا لي أن أحدد مجموعة من الأطر التي يمكن من خلالها أن نضع طريقا ممهدا يمكن أن يوضح النقاط الأخرى. اسمحوا لي الآن أن أختتم كلامي هنا وفي حضور مجموعة من الوزراء في هذه الجلسة. إذا كنا نريد أن نتحدث عن مواجهة الجريمة المنظمة، فلا بد أن نضع خطوات أساسية، أولها هو أن نحدد ما هي الأسباب. لابد أن نضع إطارا علميا ومن خلاله نستطيع